سينضم إلي مشاهدينا الكرام الناشط السياسي جبر المثيل. أهلا وسهلا بك أستاذ جبر. حياكم الله، أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات. أسعد الله مساءك أستاذ جبر. نتحدث اليوم عن الإدانات الدولية لتصعيد الانتقال، هناك لهجة قوية وتحذيرات من قبل الراعيين لعملية السلام من قبل السفارات الأمريكية البريطانية الفرنسية والدول الراعية لعملية السلام. كيف قرأت هذه التصريحات شديدة اللهجة إن صح التعبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أخي العزيز أولا أنه يعني أعزي شعبنا اليمني والأمة العربية الإسلامية من وفاة الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل العمراني الله يرحمه كلنا. هذا الشيخ الجليل الذي أفنى عمره في خدمة العلم ويعني والوطن بشكل عام. على العموم يا أخي العزيز، ما زلنا ننتظر الكثير من الدول الراعية يعني للوضع في اليمن والمتابعة بشكل دقيق، لأنه يبدو أنه الإخوة في المجلس الانتقالي لم يستوعبوا الدروس الكثيرة، وأنهم يعني ليسوا بالكفاءة الكبيرة الذي يمكن يديروا هذا الجزء المهم من اليمن. وهم يعني كما تكلم الأخ الذي قبلي وأيضا كما يتكلم المتابعون، أنهم يعني قلة من المتحمسين والمدعومين خارجيا. وهم على ماذا يعولون؟ على ماذا يعولون أستاذ جبر؟ يعني هم يعولون على اللاعب الخارجي ربما، لكنه أي قوة في العالم تعول على لاعب خارجي ليس وطني ولم تكن لها يعني قوة على الأرض، ففي النهاية ستكون خاسرة، لأن اللاعب الخارجي لن يدوم ولن يدوم إلا الوطني الذي بالداخل، والكوادر الوطنية وخدمة الوطن وتقديم العون وتقديم الخدمات للمواطن وإظهار الرفق بهذا المواطن المسكين وإيفاء الشعب حقه، هنا يعني تكمن هذه القوة. أما إذا كان التعويل على اللاعب الخارجي فقط والدعم المالي فهذا لن يكفي ولن يفي، لأنه كل الدعم الذي أتاهم خارجي قسموا فيما بينهم وتركوا الشعب يغرق في الله يكرمكم ويكرم المشاهدين والسامعين في البيارات وفي النفايات وفي يعني عدن العروس هذه الجميلة الذي أرهقوها منذ 2017 إلى اليوم، وهم يعيثون فيها الفساد ولم يقدموا لها خدمة، حتى خدمة واحدة يستطيع المواطن أن يقول أن هذه مجموعة تريد أن تبني بلد. ظلت هذه الدول الراعية لعملية السلام والسفارات تؤكد في خطاباتها الرسمية على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. يعني هنا يأتي السؤال، مما تخاف هذه الدول بالنسبة في التطرق لأمور الوحدة والانفصال؟ حقيقة حتى يعني الدول الراعية للسلام في اليمن إذا صح التعبير فلم تقدم الشيء الكافي وتأخذ على يد هذه المجموعة، وعلى الأقل تقول لهم إذا أردتم أن تنفصلوا فتنفصلوا باحترام وأدب أمام شعب عريق مثل شعب الجنوب اليمني العظيم. يا أنا أقول أنه لا أريد أن أفصح عن أشياء ربما يعني كل الناس يعلم أنه طبعا نعم. هناك خارجي يريد الفوضى لليمن ويريد الفوضى في المنطقة بشكل عام ولن تنجح هذه. البعض يقول أنه يعني قد ترى المجتمع الدولي يرى أنه فتح الباب لفكرة الانفصال في بلادنا سيفتح باب لدول أخرى مثلا في إقليم الباسك في أسبانيا، في بريطانيا، الاسكتلنديين في بريطانيا، في أقاليم كثيرة، فبالتالي العالم سيرى أنه الكثير من الدول ستبدأ بالتشظي والتشتت. طبعا هذه نقطة لا يتحدث عنها ولم نسمع عنها أحد تحدث عنها في مسألة يعني السماح بالانفصال كما ذكرت تفضلت في هذا الجانب، لأن هذه سيادة دول لا يمكن المساس بها، والعالم كله يعني يحاول أنه يبقي الدول على ما عليه بدون التشظي كما حصل في يعني على الأقل في السنوات الماضية، لأنه يعني لدينا تجارب كثيرة في مسألة
التشظي لم يفضي إلا إلى زيادة معاناة الشعوب التي انفصلت، ولنا مثل خير مثال قريب لنا في الوطن العربي في جنوب السودان، وكثير من دول العالم لا تحبذ هذه النغمة ولا يمكن أن تتطرق إليها على الإطلاق. هم يعني أخواننا في المجلس الانتقالي يعني يحاولوا أنه يعني كيف يستطيعوا أن يكسبوا حتى بعض الشخصيات التي لم تكن رسمية في بعض الدول في الخارج، وأيضا بعض المكونات السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر. ولنا في جمهورية أرض الصومال اللي قاربت على يعني أكثر من 30 سنة ولم يعترف بها أحد، فهذه النغمة المجتمع الدولي يرفضها لأنها ستفضي إلى أشياء كثيرة كما ذكرت أنت، وأن العالم في غنى عن زيادة الدول والتشظي فيما بينها. الآن يعني يبقى السؤال الأهم، ما هي الخيارات الآن أمام المجلس الانتقالي في ظل هذا الدعم الدولي لليمن وحكومته الشرعية حاليا وإدانة الانتقالي؟ من خلال معرفتي بالوضع الداخلي، كوني أحد يعني الطلاب أو الذي درس في المناطق الجنوبية، والتقسيمات القبلية والمناطقية يعني التي كانت، فأنا أقول أنه يعني منطقتين في الجنوب اليمني تسيطر على العاصمة عدن، وهي ليس مرغوب بها أبدا في داخل عدن، وأنا أقول هذا الكلام وأنا أعي ما أقول، ولكن أهل عدن بطبيعتهم المسالمة كونهم يعني ينحدروا من كثير من البلدان، وأغلب أبناء عدن ينحدروا من تعز، كل أطياف الشعب يعني موجودة، يعني عدن برضو لها سكانها الأصليين أيضا. نعم، هم يعتبروا من السكان الأصليين يعني. فأنا أقول أنه أهل عدن ناس مسالمين ومدنيين ويستطيعوا أن يديروا يعني دول أكبر من حتى من اليمن وأكبر من الدول في المنطقة، لكن ما أدري ما هو الشيء الذي ترك أهل عدن يعني أنا لا أقول سلبيين، ولكن لا يعني مسالمين زيادة، ويعني دخلت أفراد من خارج عدن ومجموعات لا تنتمي لهذه المنطقة ولا تنتمي يعني للبعد الثقافي الكبير الذي هي عليه عدن، ولا يمثلوا أبدا. أنت لو لاحظت كثير من يعني الذين يتحدثون في القنوات ويتحدثون الإعلام يعني مجموعات يمكن لما يدخل المدارس مع الأسف الشديد، مع أن عدن فيها الكوادر العظيمة الكبيرة التي نحن نفخر ونعتز بها وتعلمنا منها الكثير. فيعني أنا أقول أنه يعني لا يستطيعوا أن يعملوا شيء، وهم في مأزق كبير لا يستطيعوا أن يخرجوا من هذا المأزق الذي هم عليه، وخصوصا عندما الآن صاروا يختلفون مع كل الأصدقاء الذين دعمهم في المنطقة، ولم يبقى لهم إلا صديق واحد، وفي النهاية الصديق هذا سيتخلى عنهم بالتأكيد. أنا أرسل نصيحة لهم أنه يعودوا إلى صوابهم، ويعني يطالبوا إذا كان هناك حقوق معينة يعني بطريقة سلمية، ويعني نغمة نحن جنوب ونحن جنوب عربي. هذه النغمة هل لا زالت محل قبول في الشارع في عدن أو في المحافظات الجنوبية عموما؟ نعم، عيد للسؤال الله يحفظك. هذه النغمة التي تحدثت عنها، خطاب الانتقالي بالأحرى، هل لا زال محل قبول في عدن وبقية المحافظات الجنوبية؟ على الإطلاق لم يكن لها أي قبول، ونحن نرى المثقفين الموجودين في عدن حتى وفي خارج عدن يعبروا عن يعني عن المأساة التي وصلت إليها عدن بفضل وجود هذه المجموعات. حاولوا في الأسبوع الماضي أن يحاولوا أن يعملوا بعض يعني الحاجات البسيطة، ووزعوا الأموال في شبوة، وأيضا حاولوا أن يقتحموا بعض المناطق في أبين. هؤلاء مجموعة يعني أنا أسميها مجموعة خارجة عن نظام القانون في اليمن، ويجب على دول العالم المحبة للسلام والمتابعة للقضية اليمنية أن تأخذ على يد هذه المجموعة وتعيدها إلى الطريق الصواب، لأنه مع الأسف الشديد نحن يعني في الحكومة الشرعية يعني قد يعني أتعبنا هذا التوجه، ونحن نريد وكما يعني أنا يعني أعلم أن الحكومة الشرعية تريد أن تخرج هذه القضية بسلام بدون عنف بدون زيادة في إراقة الدماء. نعم،
أستاذ محمد بالفخر أو جبر المثيل الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك.